بمناسبة هذا الشهر العظيم والشهر المبارك، وحاولنا باش نحيوا العشرة الأخيرة من شهر رمضان. نحب نوعدكم من النار وإن شاء الله يعني سلطات من حول الوطن الوالي، نقول له في مدة هذه 8 شهور ولا 6 شهور لبينا شان جبنا نلبوا لهذه المدينة وشان نقدموا لهذه المدينة بفضل هذه الوجوه النيرة والحركة الجمعوية والتنظيمات والشخصيات والفنانين والرياضيين والإعلاميين وجميع المسائل. نحن قبل ما نبدو الترحيب وكل شيء نبدو بآيات بينات من الله. تفضل الشيخ مشكور.